الشوارع تعود الاشتعال والهتاف يعلو ليسمع من في القصر. هل يمكن القول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ أم أن هناك فرق؟ في علاقة بين الليلة والبارحة طبعا، يعني البارحة كنا نطرب الرصاص، والبارحة الناس وصلوا الزروة بعد نظام فاسد، يعني لم يكن المطالبة فقط بالعيش، ولم تكن المطالبة فقط بتحسين الوضع الاقتصادي، المطالبة كانت بالكرامة، كان الناس يساقوا للمعتقلات عندما يتحدثوا، يعني مثل هذا البرنامج، يعني كنا ممكن إن أنت من البرنامج يديس حقوق يعني، ورأينا كيف ذل هذا الشعب السوداني وكيف بيع أبناؤه وبيعت مواقفه من أجل أنه في مجموعة دائرة تقعد على الكراسي، يعني كانت المسألة هي الحكم 30 سنة، استمرت 30 سنة، يعني حتى بمنطق الحياة ومنطق الأشياء من يبقى 30 سنة لا يستطيع أن يقدم شيء، واستنفذ كل ما يعرف إن كان حتى يعني عبقري يعني. ثم بعد ذاك عندما احتج الناس وبدأ الرئيس ينتخب مرة أخرى ل2020، بدأ القتل، بدأ الاختفاء القسري، وبدأت الاعتقالات، وبدأ التعذيب، يعني عذبوا الناس في بيوت الأشباح وعذبوا الناس في مناطق كثيرة. فلذلك الآن هذه مظاهرات ديمقراطية في نظام ديمقراطي، وهذه المظاهرات تؤثر عليه تماما، وهذه الاحتجاجات مسموح بها، لا أحد يستطيع أن يقول إنه ما مسموح، ربما تختلف على طريقة ربما، لذلك لا شبه بين الليلة والبارحة. ثم البارحة الخروج كان على عن قطة السيمان، يعني الحكومة نفسها اعترفت أنها فاسدة في ذلك الوقت، والناس بيتحدثوا عن النظام وعن رئيس النظام وأقارب النظام رئيس النظام والتنظيم الواحد الذي انفرد بكل شيء واحتكر السودان، وأنه ناس كانوا يعيشوا في رفاه شديد والآخرين جوعة، وكان في سفه شديد جدا يعني، فخرجوا الناس عن لكل ذلك. فلذلك لا شبه الليلة والبارحة، هذه حكومة فوض الشعب. طيب بعد دماء شهداء وكذا. حديثك يؤكد أن هناك فرق ما بين الحكومة الحالية، نعم، والحكومة السابقة، نعم، بلا تأكيد. من حيث المطالب، أليس هناك أوجه شبه في مكان يتحدث عنه من خرجوا من أجل تردي الوضع الاقتصادي في ذاك الوقت؟ نعم. والآن؟ نعم، لكن ما المسألة هي تردي، في تردي اقتصادي، التردي الاقتصادي موروث ومستمر، ومن حقك أنك تطالب بتحسين التردي الاقتصادي. لكن لو تذكر في ذلك الوقت عندما خرجوا الناس وبدأ الحكومة بتحاول أن تهدم بتحسينات اقتصادية، الوضع لم يهدأ، وبيقى الموضوع بيقى ما اقتصاد وما عيش، بيقى تغيير حقيقي، يعني الناس بدوا يبحثوا عن التغيير النظام، والنظام بعد ذلك بدأ يبذل وعود كثيرة جدا، وإنه حيعمل، لدرجة إنه الخطاب المعروف بتاع رئيس النظام الصابع المخلوع في إنه أنا حاكم في مسافة واحدة من الناس، حتى بدأ يتراجع حتى سياسيا في الغبضة السياسية، فلم يفلح في ذلك. فلذلك هي المسألة لم تكن، أنا دائما ما أعرف الناس يجب إنه يفهموا، هي القضية ليست فيها تراكمات لمآسي كبيرة جدا، يعني لم تكن النظام، لأنه كان فاسد، الناس كانوا عارفين إنه هذا النظام فاسد، فلذلك ما بيصلح معه إصلاح. لكن المطالبة الآن الحكومة، هذه أول حاجة، الثوار طلعوا في الأيام الفاتت كانوا حريصين على مسألة الانتقال، يعني الحكومة دي أقصى نقد ليها، أقصى نقد لهذه الحكومة يقول لك أنتوا أسيما الناس دي ما زي النظام الفات، ده أقصى نقد ليها، يقول لك يا أخي التصرفات بتاعت كيزان بتاعت دي ما نفس الإسلاميين تصرفوا زي الإسلاميين، فده أقصى نقد للحكومة دي. فإذا ما داري يعني، لم الوضع أنت الآن ما مقبول، يعني مثلا أنت خرجوا عليك، ما خرجوا عليك لأن الخبز ده نفسه كان نفس الخبز اللي خرجوا على الناس في الدمازين وعطبرة، لا. طيب يعني لذلك أنا أفتكر إنه الوضع الآن هو وضع ديمقراطي، من حق الناس أن يطالبوا الحكومة بتحسين معاشهم، من حق الناس أن ينتقدوا الحكومة، من حق الحكومة أن تستجيب أيضا، نعم، من حق الحكومة أن تحسن أداء، لكن ده وزن الحرص على الانتقال، والحرص ما على حمدوك، والحرص ما على أي وزير من الوزراء الموجودين في الدولة الآن، الحرص على الانتقال. يعني الصور دي لو قلت لك أقصى نقد ليه الحكومة دي إنها بتشبه النظام الفات، فإذا النظام الفات ما دار إنه عشان يجي النظام الفات، يعني يجب إنه صار النظام الفات يفهموا ده الحرص على الانتقال، ده نحن بنطالب بالعدالة، العدالة دي تضمنه المفروض يحاسبوا منه أعضاء النظام الفات. يعني واحدة من المطالبات اللي أنت قريتها في الخبر، نعم، إنه مطالبين بالمحاكمات دي لأنصار النظام الفات، كويس؟ فإذا هو ده هو حرص على الانتقال، يعني الناس دي الحكومة دي حتى لو أسقطوها هم حريصين على إنه الانتقال ده يستمر في وجود حمدوك، في وجود أي وزير من الوزراء، دي ما القضية الأساسية، حكومة تتشكل من الثوار.
فأنا بفتكر أنه الآن المطالبة دي للحكومة أن تحسن أداءها، ما لإهارة الفترة الانتقالية. ربما الإسلاميين أو الأنصار يفتكروا أنه تغيير الحكومة يظهر ضعف لها. طيب هناك أيضا من يتحدث عن أن الوسائل التي يستخدمها لجهاد المقاومة هي ذات الوسائل التي أدت لوجود الحكومة الآن، باعتبار أنهم يستخدمونها كوسيلة للضغط على مستوى الحراك الميداني في الشوارع السودانية. نعم، يعني هي خلينا نكون واضحين، ويعتقدون أيضا بأن هذا الأمر إذا ما كثر بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى فوضى. نعم، يعني خلينا نكون واضحين، هي مسألة الهدف الواحد والعدو الواحد كانت مساهمة جدا في تماسك الثورة. يعني كان في عدو واحد اسمه الإسلاميين، دي الإسلام والمؤتمر الوطني اتفقوا عليهم الإسلاميين. نعم، وإزاحة الحكم ده كله كانت ده اتفاق الناس وصلوا له في الشوارع. هنالك بعد ذلك تكونت لجان الميدان ولجان المقاومة، التنسيق بقى على مستوى عالي جدا. انتهت المسألة بالاعتصام، التنسيق ارتفع جدا داخل الاعتصام حتى إلى أن تشكلت الحكومة. يعني ما دارين نسرد المعروف، يعني الآن ربما مسألة تباين آراء واختلاف آراء كثير جدا داخل حتى لجان المقاومة وحتى لجنة الميدان اللي كان بتقود الحراك، فده الآن مؤثر جدا. يعني وده هو نفسه المسألة دي وعدم وجود هدف واحد، العدو الواحد المشترك ده، حتى أدى فرصة لبعض صار النظام البعيد، وشوفناه أمس يعني هم بيهتفوا في المظاهرات دي، يعني وفي المواكب دي كانوا بيهتفوا هم اللي بيترسوا الشوارع. شوف الناس شافوهم وبنعرفهم يعني بالوجوه وبالأسماء. ده أدى فرصة لأنه ما في التنسيق اللي كان موجود زمان، أدام فرصة هم ممكن هم اللي بيخطوا المتاريس وهم ممكن اللي بيحاولوا يصعدوا الوضع وكده. فده صحيح يعني، فممكن أن يخلق الفوضى. فلذلك أنا أفتكر أنه حتى متجمع المهنيين وعنده مسؤولية تجاه ما يحدث الآن، والذين قادوا الثورة ولجنة الميدان عندهم مسؤولية، يجب أنه ينظموا صفوفهم حتى للضغط على الحكومة لأنها تحسن أداءها. طيب هناك من يتحدث بأن الحكومة عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وهناك أيضا من يقول بأن هذه الحالة يمكن أن تشبه مخاض الثورة التصحيحية إنجاز التعبير. نعم، يعني أنا حتى لو عجزت عن كل ذلك هنالك ثورة تصحيحية وفي حرص على الفترة الانتقالية زي ما قلت لك، ده مهم الناس يكونوا فاهمينه. ولكن بعد ذاك هي الآن بتفتكر أنه المؤتمر الأخير لرئيس الوزراء أو للناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين في الطاقة في 45 إدارة وكذا، وعدوا بتحسن الأوضاع بإمداد الوقود، وعدوا بتحسن الأوضاع القمح، ووعدوا بتحسن أوضاع الكهرباء وهكذا. فأفتكر أنهم قدموا مرافعات وكده وقالوا والله الأسباب كده كده، لكن ما بتظل المرافعات دي مجدية لو ما حصلت حلول. كويس، في مسألة أخرى أفتكر أن الحكومة أيضا مفروض تنتبه لها وتناقشها، هي مسألة غلاء الأسعار. يعني المسألة ليست فقط خدمات، الآن هنالك غلاء أسعار فاحش جدا. هذا تدخل الحكومة. نعم، أساس المشكلة الأساسية التي كنا نتحدث عنها. نعم، مسألة غلاء الأسعار والمواطن الذي هو لا يهمه من يجلس. نعم، ومن بالضبط يحكم وما إلى ذلك. فدي الآن هذا هو التحدي الحقيقي للحكومة، في إنها تستطيع عبر توفير الخدمات، ده مهم. يعني أنا مش ألقى خبز وألقى وقود للترحيل، ألقى وقود كده، يعني ده مهم، إضافة إلى خفض التضخم ده أو خفض ارتفاع الأسعار. دي مسألة هامة جدا، ودي هذا هو المحك الحقيقي في نجاح الحكومة. يعني الحكومة دي الآن في الوضع الحالي ده هي حكومة انتقال، ما مطلوب منها أكثر كثير من أنها تحسن معاش الناس وتهيئ المناخ لانتقال ديمقراطي. يعني إحنا الآن ما وصلنا للديمقراطية، هذه مرحلة انتقال إلى الديمقراطية، فده المطلوب منا. فأفتكر أنه حتى الحاضنة السياسية أو قحط الحرية والتغيير عندها مسؤولية في ده، في أنها تساهم في أنه كيف حياة الناس تكون أفضل من كده. يعني مع الحكومة دي مع حكومة تنفيذية فقط، الحكومة القطاع السياسي والقطاع الاقتصادي داخل الحرية والتغيير أيضا يجب أنه ينسجم مع الحكومة. الآن في واحدة من المشاكل الكبيرة عدم الانسجام بين لأنه ما قادر يقدم نصائح حقيقية للحكومة، الفرق المسافة بيناتهم كبيرة. يعني فيجب أنه الحرية والتغيير والحكومة يجلسوا في مسافة قريبة من أجل مصلحة الناس، من أجل مصلحة المواطن ومعاشه ده. يعني أنت الحرية والتغيير هي الأقرب للشارع أو يفترض ذلك يعني. طيب، وكذا يجب أنها تبتكر حلول حقيقية. يعني أفتكر أنه في مشروع سلعتي ده واحد من أهم المشاريع المفروض تهتم بها الحكومة. يعني ده مشروع حقيقي، والشباب اللي كانوا وراه شباب نيرين جدا وعندهم أفكار عظيمة جدا في مسألة سلعتي دي. وفي بعض الأحيان دائما بس الملاحظة أنه
في بعض الأحياء فيها مستوى معيشة أعلى أو فيها مستوى تعليم أعلى لسكانها، هم اختطفوا هذه الفكرة وبدوا فعلا كونوا جمعيات تعاونية وأصبحت فعالة جدا. لكن في الأحياء الأقل الأبسط المسألة دي ما تمت بالطريقة المطلوبة، فده مسؤولية أيضا القطاع السياسي أو الإدارة الاقتصاد السياسي داخل الحرية والتغيير تبشر بهذه المسألة. طيب. وتحس ناسا وقواعدها. إحنا مثلا لما نقول الحرية والتغيير ولما نقول مثلا حزب المؤتمر السوداني، إحنا ما بنعني إبراهيم الشيخ المهندس إبراهيم الشيخ، ولا نعني الدقيري عمر الدقيري، بنعني قطاعاتهم جماهيرهم شبابهم. عندما نتحدث عن حزب البحث، عندما نتحدث عن حزب الشيوعي، عندما نتحدث عن أي حزب، ما بنعني قياداته، بنعني أنت عندك كوادر مؤمنة بخطك ومؤمنة برسالتك. فأنت حزب الأمة مثلا حزب عنده جماهير عريضة جدا، تكلمهم يشتغلوا مع الجماهير في سلعتي مع الآخرين. ما أنت أصلا السياسة دي بتعمل ليه؟ عشان الناس يعني، ما عشانك. فأنت تكلم ناسك يهتموا بالمشروع ده خاصة في المناطق الضعيفة. طيب أيضا نعم. الحكومة أيضا على مستوى وزارة التجارة أيضا عندها مسؤولية في مسألة السلع التجارية تفعيلها. أيضا المالية عندها مسؤولية كبيرة جدا في موضوع سلعته، في أنها توفر له الأموال الكافية إنه يكون. فأنا أعتقد أنه في العالم كله التعاونيات تلعب دور كبير، حتى في ألمانيا يعني في تحديد الأسعار. يعني مثلا الصابون اللي بيبيع الراجل التاجر ب 15 جنيه وبيربح فيها 5 جنيه، انت ممكن تبيعها ب 11 جنيه. طيب وصل خليه يبيع ب 11.